إرشاد، كل حر شريف، كل إنسان شريف وعنده ضمير. نحن شهدائنا طلع عبة الحيطان وهن مرسومين الشهداء على الحيطان، أسامي ماضى الحيطان نكتب عليها أسماء شهداء. والسجون ما ضل فيا مكان إلا في سجون، بسجون النظام، في من أبناء البلد، من أبناء سوريا، من أبناء المناطق المحررة. اليوم نحن طالعين وقف التضامن، نطالب بالمعتقلين بسجون النظام، نطالب كل حر شريف من ناجده ينصرونا. ترى إذا هن ما نصرونا وواقفين عم يتفرجوا علينا، ألم إذا دعتهم للدول، برجع بقول لك وبعيدة وبكررة، إذا دعتهم للدول ظلمنا، إذا دعتهم للدول ظلمنا، فليذكروا قدرة الله عليهم. ألم يعلموا إن للمظلوم والمسجون ربا